حما قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس رفقة تجرفات عسكرية، وخربت قوات الاحتلال الشوارع وهدمت صرح الشهيد موسى جبريل ودمرت البنى التحتية خلال الاقتحام. وتصدى مقاومون للقوات المقتحمة واستهدفوا قافلة جيش الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في المخيم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برطعفي غرب محافظة جنين، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت عددا من المنازل وباشرت حملة اعتقالات واسعة استهدفت عمالا من قطاع غزة. ووثق ناشطون أصوات صراخ المعتقلين جراء تعرضهم للتعذيب والضرب من قبل جنود الاحتلال.